بالنسبة للكورتيزون في ثلاث مواقف بنشوفهم كتير وبيقابلونا. أول موقف مريض بيرفض الكورتيزون تماما، يعني الدكتور كتب له كورتيزون لفترة قصيرة أو كتب له كورتيزون لفترة طويلة على حسب حالته، والمريض شاف العلاج لقى فيه كورتيزون قال لا أنا مش هاخد كورتيزون، الدكتور يقول له حالتك مستاهلة الكورتيزون، يقول له لا بلاش كورتيزون، يا حاج الكورتيزون ضروري جدا في حالتك، العيان رافض تماما. اما الحالة التانية بقى دي العيان اللي بيحب الكورتيزون، الدكتور يقول له يا حاج حالتك مش مستاهلة كورتيزون، يقول له انا عايز امبول ديكسا، زي مثلا بعض الناس اللي عندهم حساسية صدر، يجي ياخد في الاستقبال يقول لك انا عايز جلسة وعايز حقنة ديكسا، يا حاج الديكسا دي خليها اخر خط في العلاج، يقول لك لا انا برتاح عليها، يا حاج جرب البخاخات وجرب الادوية الاول، يقول لك لا لازم الديكسا. كمان عيان جاله برد ولا حاجة فيروح كل يوم ياخد امبول ديكسا وامبول مسكن. اما الموقف الثالث فدي بنت او ولد مش مريض اصلا لكنه رفيع وعايز يتخن فياخد الكورتيزون بشكل منتظم عشان يتخن، نقول لها مين اللي قالك على الوصفة دي؟ تقول بنت خالتي، جارتي، صاحبتي. تعالوا نعرف كل حاجة عن الكورتيزون وهل المواقف دي صح ولا غلط. الكورتيزون ده هرمون بتفرزه أجسامنا بشكل طبيعي من غدة اسمها الغدة الكظرية أو الغدة الفوقكلوية، بيتفرز بشكل منتظم على حسب حالتنا الفيزيائية والعصبية. الكورتيزون ده ليه دور مهم في التمثيل الغذائي وليه دور مهم كمان في مواجهة الخوف والضغط العصبي والتوتر وليه أدوار تانية كتير مهمة في أجسامنا. لما احنا بناخد الكورتيزون ده من الخارج عن طريق يعني أقراص أو شراب أو حقن أو غيره بنستخدمه كمسكن مضاد للالتهابات والتورم وأحيانا لتقليل المناعة في بعض أمراض المناعة مثلا أو مثلا في زراعة الأعضاء عشان نمنع الجسم إنه يرفض العضو اللي احنا زرعناه. وبالنسبة للأطباء فاحنا بنستخدمه على المدى القصير في حالات كتير وأحيانا بنضطر نستخدمه على المدى الطويل في بعض الأمراض زي مثلا أمراض المناعة اللي ساعات بنستخدم فيها الكورتيزون لفترات طويلة زي مثلا بعض الأمراض الجلدية زي الإكزيما وحالات تانية كتير زي الـ COPD أو حساسية الصدر الغير مستجيبة لكل الأدوية بقى وكل الأنواع التانية. واحنا لما بنستخدم الكورتيزون لفترات طويلة بنبقى عارفين انه ليه اضرار كبيرة لكن بنوزن المنفعة منه قصاد الضرر منه، يعني العيان لو ما خدش الكورتيزون هيحصل له ضرر اكتر من الاعراض الجانبية بتاعت الكورتيزون، عشان كده الطبيب بيوزن كويس الامور دي. فالاعراض الجانبية للكورتيزون بصراحة هي كتير جدا وبتعمل مشاكل كتير زي مثلا قرحة في المعدة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، هشاشة العظام، عتامة على العين او المية البيضاء، ضعف المناعة وكثرة التعرض للعدوى، الاكتئاب، اضطرابات الدورة الشهرية للسيدات، كمان وقف انتاج الكورتيزون الطبيعي من الجسم، يعني الجسم لما يلاقي الكورتيزون بقى يجيله من بره جاهز فيكسل ويقولك خلاص انا مش هصنع كورتيزون، فيحصل فشل في الغدة الفوق كلوية او الغدة الكظرية. كمان بيحصل من الكورتيزون حاجة اسمها الكوشنج سندروم ودي بقى اللي بيكون فيها تراكم للدهون في الجسم، عشان كده البنات بتاخده عشان تتخن، ده مرض، تراكم للدهون في الجسم بشكل مرضي وكمان ظهور كتلة دهون بين الكتفين في الظهر وبنسميها البافلو هامب، وكمان بيكون معاها ضعف في العضلات وهشاشة العظام واضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل كتير جدا جدا في الكوشنج سندروم. عشان كده نرجع للثلاث مواقف اللي احنا قلنا عليهم في البداية. العيان اللي رافض ياخد الكورتيزون احب اقوله ان الطبيب لما بيدي الكورتيزون بيبقى عارف انه هيديه لفترة قصيرة لغرض ما، ولو اضطر يديه لفترة طويلة فده بيبقى ضروري لحالتك وبيبقى النفع منه اكتر من الضرر منه، وكمان الدكتور بيحاول يحمي جسمك من اعراضه الجانبية بانه يديك مثلا بروتون بامب انهيبيتور، بيديك مثلا كالسيوم، بيديك حاجات تانية عشان تمنع هشاشة العظام وهكذا. فلو الدكتور كتبه من حقك طبعا انك تستفسر منه ويشرح لك هو كتبه لك ليه، لكن في الحالة دي بيبقى لازم انك تاخد الكورتيزون. وبالنسبة للموقف الثاني اللي هو المريض اللي بيطلب دايما الكورتيزون بدون داعي، احب اقولك انت عرفت الاعراض الجانبية بتاعته عاملة ازاي فبلاش تاخده بدون داعي. في الغالب بيكون الكورتيزون هو الخط الاخير في العلاج في امراض كتير، ما تبدأش انت بيه في البداية، استخدم الادوية التانية الاقل ضررا وخلي الكورتيزون للاخر وما تاخدوش الا باستشارة الطبيب وما تكرروش من نفسك. اما الموقف الثالث بقى اللي هي البنت او الولد اللي عايز يتخن فبياخد كورتيزون فدي جريمة متكاملة الاركان، دي ما فيهاش كلام خالص، ممنوع ممنوع ممنوع. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لكم.